صباح الخير وبيروت سيتي على فيسبوك، اهلا بكم الى هذا النقل المباشر من طرابلس وتحديدا او بالاحرى من مدينه الميناء وبالتحديد من امام البلديه، بلديه الميناء، حيث نشاهد في هذه الاثناء هذه الوقفه الاحتجاجيه التي ينفذها عمال بلديه الميناء. طبعا سنعرف منهم اكثر عن طبيعه هذا التحرك، ولكن دعونا بالاول يعني نحكي مع النقيب شادي السيد. يعطيك العافية نقيب. بارح كان في عيد العمال وكان في احتفال وكان وزير العمل موجود بطرابلس وكان الجو جدا رائع والعمال كلهم كانوا موجودين تحت. اليوم تفاجأنا انه في تحرك كمان للعمال انفسهم، شو الجديد اليوم؟ لقلك اول شيء اللي صاير انه انت هلأ هون بقصر بلدي بلدية المينا في عندك 200 عامل ما بين عامل وبين موظف، وعندك 30 ميومي، هدول صاروا من شهر ونص ما قبضوا، والميومي صاروا 3 شهور ما قبضوا. لا صاروا من شهر ونص ما قبضوا، بلدية المينا فيها 5 ملايين ليرة ما فيها مصاري لحتى تقبض عماله. طيب العامل شو ذنبه؟ يعني نحن في عنا إذا بدهم يروحوا يدفعوا جيبية ما بيلموا سيهم مثل ما عم بيقولوا الشباب على دولار 1500. طيب وين بده يروح؟ بده يجي بيته من عكار او بيته هون بطرابلس ما في يتنقل ويجي لهون، بده يدفع اجار بيته، بده يجيب جره غاز، بده يجيب ربطه خبز، بده يطعم اولاده ما في. طيب شو ذنبه هذا العامل؟ نحن علينا نطالب من هون وزير الماليه ووزير الداخليه بمنح سلفه فورا لهيدي العمال، لانه اذا ما اجتهم سلفه لهيدي العمال منن قادرين يكملوا، حيفوتوا باعتصام مفتوح وحيجوا يقعدوا قدام البلديه ما يشتغلوا. يعني ما هيروحوا نهايجوا كل يوم يداوموا هون يحطوا خيام ويقعدوا قدام البلدية. هذا الأمر نحن ما بدنا إياه يصير، ونحن منها هوات إضراب ومنها هوات التعطيل للمؤسسات، ولكن هذا العامل بده يأكل ويشرب. إذا دلت هيك الأمور نحن رايحين على تصعيد فيها كبير، وما حنسمح لأي حدا يجي يطاول على أي عامل، لأنه هذا العامل هذا حقه، وبعدين بده يشتغل ما منه عم يشتغل. كيف إذا اشتغل ما بده يأخذ مصاري؟ بأي وين صورة هيدي يعني أصلا؟ يعني هي هلا يمكن بلدية طرابلس بعد 4 شهور ما فيها مصاري، اتحاد البلديات كمان هلا ما فيه مصاري، بس احنا هيدي العمال احنا حقنا ان نجيب لها مصاري وخليها تعيش ولادها. وما عم يقول لك نحن بدنا نكون أغنياء، نحن بدنا نكون بدنا نعيش وناكل ونشرب وبس. نائب وزير العمل كان بالأمس بطرابلس نائب أحمد مرسلي، كمان رح نحكي مع نائب عمال بلدية المينا. أستاذ أحمد يعطيك العافية. الله يعافيك رب. اليوم هل منا أول مرة نحن بنجتمع معكم وبتوصلوا صرخة عبر صوت بيروت انترناشونال بوجه خلينا نقول الناس اللي هني لازم يكونوا الدولة؟ خلينا نقول الدولة، لأنه نحن مشكلة وزارة المالية بالتحديد وزارة الداخلية معنيين بهذا الأمر أكيد، وأكثر شيء معنية هي وزارة الداخلية. يعني وزير الداخلية رحنا لعنده كذا مرة ومشكور، يعني عم يقوم بواجبه تجاه. هلا ما بعرف شو العرقلات اللي عم تصير بعدم صرف مستحقات البلديات، يعني ما بس بلديتنا مثل ما الرئيس شادي، ما بس بلديتنا، كل البلديات بلبنان تقريبا شبه في البلديات الكبرى اللي عندها إمكانية أنه عندها دخول. وهذا نحن دولة لهلا ما بعثت لنا السلف اللي هي الصندوق البلدي المستقل، عم تطلع من رصيم الدولة وعم بعدها عم تبعث لك على القديم، ونحن بعدنا الجيبية تبعتنا على القديم. يعني نحن هيدي المصاري اللي عم تبعث لنا الدوله 3 مليار صارت اجره، يعني 200 موظف مع عامل مع الميومين هذول 230 واحد تقريبا صارت شهريتهم 3 مليار، ونحن الدوله بكل سنه تبعث لنا 6 مليار. يعني نحن وصلنا لطريق مسدود. يعني قفلت البلديه لانه العامل ما عاد معه يوصل على عمله، ولا الموظف ولا الشرطي قادر يوصل على عمله. فبنطلب من الدوله من هون بنقلها للدوله بنتمنى انه تفرجوا عن صناديق البلدي المستقل وتعلوا لهم النسب لحتى يقدروا هالبلديات يكفوا امام هذه المراسيم اللي صدرتوها تجاه انه بغلاء شو اسمه المعيشه او يعلوا شويه من المعاشات. فبس المعاشات البلديات غير قادره انه هذا كل المراسيم اللي طلعت هي طلعت مراسيم بس ما في امكانيه انه البلديه تقبض عمالها وموظفينها. يعني اليوم نحن بس ما في عندنا
مصاري. ما عم نشتكي بقى من قصة انه الاجر واطي والمعاش ما عم بكفي. علوا الاجر، علوا الاجر، ما عم لك طلعت مراسيم وعلوا الاجر، بس هل يا ترى قادرة البلدية تكفي بهذا الاجر؟ ما انا قادرة، ما انا قادرة تدفع. هي على القديم، نحن قلنا انك سرعة شاريتنا على القديم على ضرب معاشين، معاش وضرب اثنين، يعني ثلاث معاشات، يعني كانوا على 5 مليون ليرة. اعلى واحد فينا مثلي انا 26 سنة خدمة بقبض 5 مليون ليرة، يعني كلتهم 50 دولار، عرفت علي كيف؟ وكانت البلدية مقصرة على تسديد هذا المعاشات للعمال. هلا كيف صارت علوها 7 معاشات؟ غير قادرة كليا البلدية بقى تقوم بواجبة تجاه العمال والمواطنين. مع مين هتتواصلوا أكثر شيء نائب؟ أكثر شيء نحن بنتواصل مع الرئيس مئاتي لأنه هو المعني كرئيس حكومة، وبنتواصل مع وزير الداخلية كهو معني هو وزير البلديات، وبنتواصل مع وزير المالية، ورحنا لعندهم وتواصلنا معهم وحكينا معهم وقدمنا لهم وقلنا لهم شو هذا اللي عم يصير. يعني أنتم هيك عم تعلوا يعني عم تصدروا مراسيم بس ما عم تعلوا لسه بتبعية البلديات، يعني أنتم عم تأمروا بتقفيل البلديات هيك بهالطريقة، بدها تقفل البلديات. شكرا لك نقيب أحمد مرسلي، نقيب عمال بلدية المينا. تفضل. عن بلدية كل يوم بدت من 100,000، إذا أنا ما قبضوني كيف بدي أنا أوصل على شغلي وعلى بلديتي؟ ساكن بالضنية بعين التينة، إذا أنا ما أعطوني معاش كيف بدي أنا أمن حولي وأوصل على البلدية وبنتي بقى توصل على الجامعة؟ يعني أنت شوي لحالة وقعدي بالبيت ما بقى تتعلمي، ماني قادر بقى أصرف علي ولا أنا قادر أصرف على أجر الطريق. مياوم حضرتك ولا موظف سابق؟ أنا عامل ثابت، عامل ثابت من 95. طيب إذا ما أعطونا معاشتنا وما زادولنا وما زادولنا، نحن معاش ما بقى نعتمد على المعاش، هسه بدنا نحن أكثر من المعاش لنقدر نعيش، ما بقى فينا عم نعيش، أكل منا عم ناكل. تفضل. انا كان اجار بيتي 1,000,000 ليرة لبناني، هلا قال اعطونا معاشين زياده على المعاش الاساسي، صاروا عم نقبض حوالي 5 مليون، صار اجار البيت بده مني 100 دولار، هلا مش سمع انه زادوها 7 أضعاف على المعاش، هلا بده مني 150 دولار صاحب البيت. المواطن نحن انا لي هلا 29 سنه بالبلديه، لهلا راتبي 5,300,000 لحد هلا انا، طيب انا كيف بدي ادفع اجار البيت للزلمه؟ بيقول لي انت معاشاتكم صارت 7 أضعاف، بس لهلا ما شفنا منه شيء. الخمسة مليون ما عم يقبضونا اياهم، كيف بدي اقبضونا السبعة أضعاف؟ شكرا لكم. شكرا لك، شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، يعني كما استمعنا واياكم الى صرخات العمال في بلديه الميناء، هي ليست المرة الأولى التي يعتصم فيها الموظفون الثابتون وحتى المياومون أمام بلديتهم تجاه هذا الموضوع نفسه. بالأول ما كان في عندهم معاشات مثل عالم الخلق مثل ما كانوا عم بيقولوا، وبعد ما تم رفع هذه المعاشات ليس في صندوق البلدية أي مبالغ يمكن حتى يتم صرفها مثل ما قال نقيب شادي السيد، في 5 مليون فقط في صندوق البلدية. لذلك هم يطالبون وزارة المالية، وزارة الداخلية، وحتى رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب مئاتي بالتحرك الفوري تجاه هذا الموضوع، وإلا فسيكون هناك تصعيد أكبر من هذا التحرك في الأيام القادمة. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كان كل شيء من أمام بلدية الميناء. كنت معكم أنا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.